إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد اللي هو تصحيح ديال الدرس ديال البارح. إذا سنصحح درس البارحة أو درس الأمس. لما ندخلوا في لي ديتاي، لأن ديجا شرحنا داك الشيء. كي كوزا أنو إنتيستا، كي كوزا أنو إنتيستا، ماذا يوجد فوق رؤوسهم؟ اشنو كاين فوق الراس ديالهم؟ لا، اشنو لابسين في راسهم؟ عندنا كابيلو، كابيلو هي قبعه تربوش. الجواب غادي يكون ملي يكون عندكم مثلا لا تيرسا بيرسونا، لا تيرسا بيرسونا سيا بلورالي سيا سينغولار، يعني اما مفرد او جمع، كتجاوب حتى انت في الغائب، تتجاوب في لا تيرسا بيرسونا. تيرسا بيرسونا واخا تكون مفرد واخا تكون جمع. اذا هنا عندنا انو، غادي تجاوب انت بانو. كي كوزا انو انتيستا، انو اون كابيلو، انو اون كابيلو يعني عندهم قبعه، عندهم قبعه، كي فراسهم كاين طربوش. ثم عندنا كي كوزا افيتي ان تاسكا، كي كوزا افيتي ان تاسكا، ماذا عندكم في جيبكم؟ شنو كاين في الجيب ديالكم؟ عندنا كلمة مفتاح اللي هو اونا كيافي. الجواب غيكون ابيامو اونا كيافي، ابيامو اونا كيافي، يعني عندنا مفتاح. ملي كتكون السؤال فيه افيتي، افيتي سيكوندا بيرسونا بلورالي، مخاطب، مخاطب في الجمع، الجواب دائما تيكون نحن، لان كندوي معكم نتوما فوي، اذا غادي تجاوبوني نوي، نوي ابيامو، نوي ابيامو اونا كيافي. كي اذا هنايا خصكم ديروا بريما بيرسونا بلورالي. كي كوزا اي ان فريغوريفيرو، كي كوزا اي ان فريغوريفيرو، اشنو عندك في الثلاجه؟ هنا عندنا كلمه ايل فورماجو اللي هو الجبن، فرماج. اذا ملي كيقول لك انت، يكون السؤال بهذه الطريقه، اي كنقول لك اي، كنهضر معاك انت، تو اي، اذا غتجاوبني انا، ايو او، ايو او، اي غتجاوبني او. كي او ايل فورماجو، او ايل فورماجو يعني عندي الجبن، عندي الجبن. كي كوزا ا اي منتي، كي كوزا ا اي منتي، كي كوزا ا اي منتي. الوغ هنا كيقول لك ماذا عنده في راسه، ماذا عنده في راسه. حنا كنتكلموا على لا تيرسا بيرسونا سينغولاري، يعني يعني كنهضروا في الغائب، في الغائب هو ولا هي. عندنا كلمه اون بيانو، اون بيانو هي خطه، خطه، دو شي حاجه في راسه، خطه مشروع ولا شي حاجه. هاد الكلمه ديال بيانو عندها شرح ديال بزاف ديال مثلا ديال التفسيرات. مثلا ملي كتقول بيانو 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 بيانو، كنقول بشويه بشويه، بيانو بيانو يعني بدي بشويه بشويه. كنقولوا بيانو، بيانو يا كنعرفوا حنا البيانو ديال الموسيقى، كيقولوا حتى بيانو فورتي، بيانو فورتي يعني البيانو ديال الموسيقى. اوكي، بوي عندنا اون بيانو، بيانو هي كنقول لك عندك انت واحد اون بيانو، عندك واحد الخطه، اي اون بيانو، اي اون بيانو عندك واحد الخطه. اذا الجواب هو ا اون بيانو، ا اون بيانو، ا يعني عنده خطه، عنده خطه. دوفي اي الفيليو، دوفي اي الفيليو، دوفي اي الفيليو، أين عندك الإبن؟ فين كاين الولد ديالك؟ عندنا هنا أكازا، كازا هو المنزل، البيت. ملي كنوضع السؤال، ملي كنوضع السؤال بأي، أي يعني تو أي، تو أي، أنت عندك، أنت عندك، سيكوندا بيرسونا سينغولاري، مخاطب مفرد، كنجاوب بل لا بريما بيرسونا سينغولاري، يعني المتكلم، متكلم المفرد. ملي كنقول لك تو اي، غتقول لي اي او او،
عندك، جاوبني بعندي، تو اي، ايو او، عندي ماذا؟ الفيليو اكازا، عندي الولد في المنزل، عندي الولد في المنزل. دوفي ا لا فاميليا، دوفي ا لا فاميليا، دوفي ا لا فاميليا، يعني اين عنده العائله، فين كاين العائله ديالو. كي دوفي هي اين، هنا عندنا كلمه اليسترو، اليسترو هي في الخارج يعني خارج البلاد. اذا ملي كان كما قلت لكم ملي كيكون الجواب لا تيرسا بيرسونا سينغولاري ولا لا تيرسا بيرسونا بلورالي، يعني الغائب المفرد او الغائب الجمع، دائما كنجاوبوا نفس الشيء. كتكون عندنا ا كنجاوبوا ب ا، كتكون عندنا انو كنجاوبوا ب انو. اذا هنا دوفي ا كنجاوب ا. كي ا لا فاميليا اليسترو، ملي قلت لك دوفي ا لا فاميليا فين كاين عنده العائله، تقول لي ا لا فاميليا اليسترو، يعني عنده العائله في الخارج، عنده العائله في الخارج. Dove hanno l'appartamento? Dove hanno l'appartamento? Dove hanno l'appartamento? يعني أين عندهم الشقة؟ هنا عندهم الشقة أو المنزل. كي هنا عندنا كذلك hanno، كما قلت لكم دابا إذا كان عندكم لا تيرسا بيرسونا بلورالي أو لا تيرسا بيرسونا سينغولاري، يعني كان كنهضروا على الغائب، حتى أنت كتجاوب وكتهضر على الغائب، لان داك السيد او السيده ما كاينش قدامك، خصنا نهضروا دائما في الغائب. دوفي انو بحال قلنا لورو انو، انت غتجاوب دائما لورو انو، لا ستيسا كوزا نفس الشيء. اذا انو لابارتامينتو، انو لابارتامينتو ا ميلانو، انو لابارتامينتو ا ميلانو، يعني عندهم الشقه في ميلانو او عندهن الشقة في ميلانو. ملي كنتكلم في لا تيرسا بيرسونا، يعني بحال الا كنتكلم في المذكر بحال الا كنتكلم في المؤنث، نفس الشيء، لا ستيسا كوزا. دوفي افيتي il bagno؟ دوفي افيتي il bagno؟ دوفي افيتي il bagno؟ اين عندكم الحمام؟ فين كاين عندكم التواليت؟ هنا عندنا كلمة أديسترا، ديسترا هي على اليمين، اليمين ديالك، الكونتراريو ديالها هي العكس ديالها هي سينيسترا، أ سينيسترا على اليسار. إذا هنا عندنا أفيتي، يعني بحال كنقول أنتم، أنتم عندكم، فوي أفيتي، فوي أفيتي. إذا في هذه الحالة غادي تجاوب بنحن، نحن عندنا، نوي أبيامو، نوي أبيامو. كي abbiamo il bagno a destra، abbiamo il bagno a destra، هنا البانيو هو الحمام. تلاحظوا مزيان ان في الطليان ما كيستعملوش بزاف اي برونومي بيرسونالي، يعني الضمائر، انا انت انت هو هي نحن انتم، كيستعملوهمش بزاف. اذا انتم ملي كتشوف مثلا abbiamo سينيفيكا noi abbiamo، avete voi avete. إخواني أخواتي، الدرس ديال اليوم انتهى، شكرا بزاف على التعليقات ديالكم وعلى اللايكات ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم وعلى الدعم الدائم، شكرا بزاف. ومرحبا بالناس اللي عاد دخلوا عندي القناة، كنتأسف بزاف لشي وحدين اللي كيقول لي دير لينا هذه وما كنديرهاش، لأن كاين شي حوايج اللي ما يمكنش ليا أنا نديرها، مثلا شي واحد ولا تموت يقول لي دير لينا مثلا السمية ديال المعدات ديال شي حاجة، ديال الطبيب ولا ديال ميكانيك ولا شي حاجه، ما يمكنش نديرها انا، ماشي التخصص ديالي. لان حنا ملي كنا في المدرسه اشنو قرينا؟ قرينا اللغه، لغه ماشي لي ميتيي، ميتيي المهن، داكشي اختصاص اخر. كنتاسف بزاف، ما تقلقوش عليا ولا تقولوا راه ما بغاش يديروا شي حاجه، شي حاجه اللي كندير اللي كنعرف ليها غادي نديرها، داكشي بعيد عليا ما يمكنش نديرو. كي اذا اخواني اخواتي، شكرا مره اخرى، شكرا بزاف، ونشوفوا في الفيديو القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخواني أخواتي، الدرس ديال اليوم انتهى. شكرا بزاف على التعليقات ديالكم وعلى اللايكات ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم وعلى الدعم الدائم. شكرا بزاف، ومرحبا بالناس اللي عاد دخلوا عندي القناة. كنت أسب بزاف لشي وحدين اللي كيقول لي دير لينا هذه وما كنديرهاش، لأن كاين شي حوايج اللي ما يمكنش ليا أنا نديرها. مثلا شي واحد ولا تموت يقول لي دير لينا مثلا السمية ديال المعدات ديال شي حاجة، ديال الطبيب ولا ديال ميكانيك ولا شي حاجه، ما يمكنش نديرها انا، ماشي التخصص ديالي. لان حنا ملي كنا في المدرسه اشنو قرينا اللغه، ماشي لي ميتي المهن، داكشي اختصاص اخر. كنت اس بزاف، ما تقلقوش عليا ولا تقولوا راه ما بغاش يديروا شي حاجه. شي حاجه اللي كنعرف ليها غادي نديرها، داكشي بعيد عليا ما يمكنش نديرو. اوكي، اذا اخواني اخواتي، شكرا مره اخرى، شكرا بزاف، ونشوفوا في الفيديو القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.